صرنا معايا مكالمة مهمة جدا مع واحد من نجوم التدريب، جنتلمان التدريب في الكرة المصرية. تلاقيه واقف كده على الخط والنضارة وستايل. أنا بحبه على المستوى الشخصي، واحد من النجوم الكبيرة والمحترمة، كابتن حلمي طولان، أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ مهيب، بشكرك على المقدمة دي، يعني ربنا يخليك لي. يعني أنا هتكلم عليك في التدريب يا كابتن حلمي، ده أنت يعني ده أنت تاريخ يعني يا كابتن حلمي. ربنا يخليك. الله أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. هل تمنيت فوز نادي الاهلي بالسوبر؟ دي حاجه عجيبه جدا. انا فوجئت النهارده مهيب ان انا اصدقائي بيكلموني بيقولوا لي السوشيال ميديا الزملكاويه ماسكينك مقطعينك. ليه يا جماعه؟ ليه خير؟ في ايه؟ ده انا قاعد في بيتي خافي كافي شرط خيري شر يعني. قال لي ده انت مكتوب في المصري اليوم ان انت بتقول اتمنى الفوز للنادي الاهلي، وان فوز النادي الاهلي بيفرح المصريين كلهم. تمام. استغربت جدا جدا. قلت له طب ابعت لي سكرين شوت على الـ 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 على التليفون بتاعي. بعت لي، قريت الخبر، خبر منقول عن حد كاتبه. مش الجورنال اللي عامله. خبر منقول عن حد كاتبه. طيب يعني ممكن يكون في لبس بس يا كابتن حلمي. لا طيب يعني حد على السوشيال يعني ميديا وبتاع ممكن يكون في لبس يعني مش يعني اولا انا كنت منتظر من الزملكاويه اللي هم عارفيني كويس والجمهور بتاعنا ان هم اللي يدافعوا عني ويقولوا ان حلمي طولان مش ممكن يقول هذا الكلام، لان انا عمري كله في الزمالك لم اخطا في حق ناديه خطا واحد. واخد بالك؟ وبعدين ده انا من اسبوع واحد بحتفل مع الكابتن شوبير على القناة بتاعته بكاس مصر وفي منتهى الانبساط والتحية لجماهيرنا ومبروك لجماهيرنا والإدارة والنادي واللعيبة والجهاز الفني. ايه اتحولت بمنتهى السرعة كده، وعندي شيزوفرينيا وعندي فقدان ذاكرة، واتحول عشان اقول انا بتمنى ان الزمالك يخسر من النادي الاهلي؟ طب وده كلام يعني؟ وما اللي بتتمنى ايه؟ لا طبعا بتمنى الزمالك يكسب، مفيش شك يعني. الله ده احنا ناس دي على لسانك ايه بقى؟ دي على لسانك ايه؟ واضحة طبعا صريحة طبعا يعني. الله لكن انا اللي مزعلني ان الناس تتشك في حلم طولان انه يقول كده او ده يطلع مني. واخد بالك؟ وانا اسف جدا اللي بيكتب كده بيكتب ليه كده؟ ايه هدفه؟ ايه الهدف؟ ممكن يكون في لبس ولا في اي حاجه سوء تفاهم يعني. انت وضحت كده يا كابتن حلمي، قول لي بقى توقعاتك ايه للمباراه. شوف اولا انا وجهه نظري ان الفريقين متشابهين في حاجات كتيره جدا. نمره واحد تغيير الاجهزه الفنيه. الفريقين غيروا الجهاز الفني هنا والجهاز الفني. نمره اتنين ان الفريقين ضموا عناصر على اعلى مستوى في الانتقالات الصيفيه. سواء الاهلي سواء الزمالك ضموا عناصر على اعلى مستوى في الامكانيات الفنيه وعناصر يصنعوا الفارق. ايوه.